جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات خصتكم بهذه الرسالة شيخ صالح، فتقول المرسلة ها ألف من الرياض، لها قضية مطولة بعض الشيء تقول فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني فتاة أبلغ من العمر 27 عاما، ومشكلتي إنني دائمة الحزن والبكاء بسبب أو بغير سبب، وأفكر في الموت دائما وفي اليوم الآخر وفي الحساب والجزاء والجنة والنار، وأخاف من الله ومن عقابه، مع أنني لم أرتكب ذنبا ولله الحمد، وأنا والحمد لله محافظة على الصلوات الخمس وسائر العبادات، وأنا حاليا لا أفكر في الزواج ولا أرغب في ذلك، ولكن أمي تغضب علي بسبب ذلك وتقول لي أريد أن أرى أبنائك قبل أن أموت، وكلامها هذا يحزنني كثيرا، فأنا لا أريد أن أبتعد عن أمي، وقد تقدم لي أشخاص متعددون ولكني أرفضهم لأنهم ليسوا أكفاء، هل الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبني على ذلك؟ وهل أنني إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله سوف يجازيني على صبري؟ أرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلة هذه السائلة مشكلة يعاني منها كثير من الشباب والشابات، وهي مشكلة الأوهام. فهذه أمراض وهمية تصاحب الشباب والشابات، فعليها أن تراجع الأطباء النفسيين لعلها أن تعثر على علاج، ولكن قبل ذلك تستعمل العلاج الرباني وهو التعوذ من الشيطان واستعمال الاتيان بالأوراد الشرعية في أول الصباح في أول المساء، أن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرر قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، وتدعو بأن يعافيها الله، وتأتي بالتعوذات الشرعية: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، وتكثر من قراءة القرآن، فإن هذا يذهب عنها هذه الأوهام بإذن الله. والأمر الثالث الزواج، تبادر إلى الزواج ولا تمانع إذا تقدم لها كفء، والكفاءة بحسبها في كل زمان. اللهم المستعان. إذا تقدم لها من يحافظ على الصلاة ومن هو متمسك بدينه فلتبادر إلى الزواج منه، ولو كان عنده بعض النقص أو بعض المعاصي، فإن الحصول على زوج متكامل من كل النواحي هذا لا يمكن أو نادر الحصول، ولكن تختار الأمثل فالأمثل، وما قالته والدتك هو حق، الحق معها في ذلك، فإن الفتاة ليس لها إلا الزواج والمبادرة بالزواج لما في الزواج من المصالح الدينية والدنيوية، وقد يكون سببا بإذن الله لذهاب هذه الأوهام وهذه الوساوس. فتوكلي على الله وأقدمي على الزواج مع استعمال ما ذكرته لك من الأوراد الشرعية والأكثر من تلاوة القرآن ومراجعة الأطباء النفسانيين لعلهم أن يعثروا على علاج مفيد، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا من الأسباب النافعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني فهمت منكم فضيلة الشيخ صالح أن المثالية صعبة المنال في هذه الأيام. نعم، المثالية الكاملة أن يكون الإنسان كاملا من كل وجه هذا صعب المنال، لا بد من النقص، ولكنه نقص دون نقص. نعم نعم. فما دام الإنسان متمسكا بدينه ومقيما للصلاة فهذا هو الأصل. طيب. والأساس، وما يحصل من النقص فربما أنه يزول بإذن الله وأنه يتوب منه في المستقبل. نعم. نعم.